علاجات طبيعية لحرقة المعدة. علاجات طبيعية لحرقة المعدة. علاجات طبيعية لحرقة المعدة. Natural remedies for heartburn. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. Avoid foods and drinks that increase heartburn. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. Eating a lot of food at once causes heartburn. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. Do not drink any liquid at once. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. Do not lie down just after eating. اجلس بشكل مستقيم عند تناول الطعام. اجلس بشكل مستقيم عند تناول الطعام. Sit up straight when eating. ارتد ملابسا فضفاضة. ارتد ملابسا فضفاضة. Wear loose clothes. الملابس الضيقة تضغط على بطنك. هذا يؤدي إلى ارتداد الحمض. الملابس الضيقة تضغط على بطنك. هذا يؤدي إلى ارتداد الحمض. Tight clothes pressed on your abdomen. This leads to acid reflux. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. Watch out for mint, caffeine, soft drinks, and chocolate. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. Weight gain is one of the main causes of heartburn. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. Eat healthy food and do exercise. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. Watch out for citrus fruits, tomatoes, fatty foods, and spicy foods. Listen again to this lesson. Take notes and study well. علاجات طبيعية لحرقة المعدة. علاجات طبيعية لحرقة المعدة. علاجات طبيعية لحرقة المعدة. Natural remedies for heartburn. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. تجنب الأطعمة والمشروبات التي تزيد من الحموضة. Avoid foods and drinks that increase heartburn. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. تناول الكثير من الطعام دفعة واحدة يسبب الحموضة. Eating a lot of food at once causes heartburn. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. لا تشرب أي سائل دفعة واحدة. Do not drink any liquid at once. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. لا تستلقي بعد الأكل مباشرة. Do not lie down just after eating. اجلس بشكل مستقيم عند تناول الطعام. اجلس بشكل مستقيم عند تناول الطعام. Sit up straight when eating. ارتد ملابسا فضفاضة. ارتد ملابسا فضفاضة. Wear loose clothes. الملابس الضيقة تضغط على بطنك. هذا يؤدي إلى ارتداد الحمض. الملابس الضيقة تضغط على بطنك. هذا يؤدي إلى ارتداد الحمض. Tight clothes pressed on your abdomen. This leads to acid reflux. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. احترس من النعناع والكافيين والمشروبات الغازية والشوكولاتة. Watch out for mint, caffeine, soft drinks and chocolate. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. زيادة الوزن من الأسباب الرئيسية لحرقة المعدة. Weight gain is one of the main causes of heartburn. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. تناول الطعام الصحي ومارس الرياضة. Eat healthy food and do exercise. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. احترس من الفواكه الحمضية والطماطم والأطعمة الغنية بالدهون والأطعمة الحارة. Watch out for citrus fruits, tomatoes, fatty foods, and spicy foods.